للأسف أقول الأداء النسوي البرلماني ما كان بالطموح اللي نطمح به كناشطات ولا كواقع مرأة عراقية اليوم. احنا من نقول ناشطات احنا نزور النساء بأطراف بغداد بالمحافظات بالأقضية بالنواحي، فنشوف الوضع البائس للمرأة العراقية اليوم، ونسبة المطلقات والأرامل عالية كلش، الأيتام عالية كلش. طبعا الإرهاب يعني اكو أسباب موضوعية هواية ساهمت بهذه الظاهرة، ولكن على أن نجد حل ترقيعي لهذه الظاهرة هو هذا اللي خلى منظمة الحل الترقيعي. الترقيعي إنه الحل هذا هو تعدد الزوجات. هذا حل ترقيعي؟ طبعا حل ترقيعي، لأنه هناك بنود في الدستور أصلا ما تتجاوب مع هذا. نعم هو تشريع شرع، يعني شرع العفو هو شرع، ولكن أن أجي أني أشتغل على مشروع قانون وأني عندي هاي الأزمات وهاي المشاكل بالبلد والمرأة هاي مشاكلها، أجي أني اليوم أشتغل حتى ضد المادة 31 و30 و34، وتعرفها أعتقد السيدة النائب، اللي كلها تحفظ كرامة الإنسان العراقي وموجودة. شن هي اللي تحقق شنو كرامة شنو الإنسان مثل العراقي؟ هذا التشريع بكرامة الإنسان العراقي؟ هذا يعني هذا اليوم التقاطع، أنه هذا يجعل من واقع المرأة أكثر إهانة. تعدد الزوجات يجعل من واقع المرأة أكثر إهانة. هذا مو حل، هذا مو حل للمرأة العراقية. أنت قاعد تنسفين شرع رب العالمين. لا لا، أنا مدى أجي حتى شرع رب العالمين اليوم بالتأويلات الموجودة الدينية، حتى هذا رتبوا له أسباب. أكو مو ياهو يجي يحط له 4-5. اليوم الوضع تغير، العصر تغير، الوضع الاقتصادي للناس تغير، ماكو ذيك الإمكانية أن الرجل يضع 4 إلى 3 زوجات معا. بالتأكيد هو الشرع يقول على أن لا تظلموا.